عبر الهاتف الأستاذ ماهر حسن، مدير مركز البعثة للأرصاد الجوية. يسعد صباحك أستاذ ماهر. يسعد صباحكم يا أهلا وسهلا. يا هلا بك. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. شو بدك تخبرنا عن أحوال الطقس لهيدا اليوم؟ نعم، حاليا البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي كان قد بدأ يوم أمس يمتد في طبقات الجو كافة، وهو بارد نسبيا مرتبط بجبهة هوائية باردة تنخفض معه درجات الحرارة حوالي 4 إلى 5 درجات مئوية لتصبح حول معدلاتها، ويترافق أيضا مع رياح نشطة تتجاوز 70 كيلومتر بالساعة أحيانا، لذلك سيكون هناك نهوض واضح لأمواج البحر، كما تكون الأمطار خفيفة ومتفرقة، ومن المتوقع أن تضعف غدا شدة الرياح مع بقاء الطقس غائم جزئيا، وتكون فرصة هطول الأمطار غدا فوق المرتفعات الجبلية. طبعا بشكل عام الأمطار حتكون خفيفة ومتفرقة في هذا المنخفض، والشيء الواضح في هذا المنخفض هو الرياح، وإن شاء الله الرياح تهدأ صباح غدا بإذن الله، ويميل الطقس الاستقرار اعتبارا من يوم الأربعاء مع بقائه غائما جزئيا، والحرارة تبقى حول معدلاتها حتى نهاية الأسبوع. تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج. طبعا بعد ما كنا قد شهدنا ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، حاليا تنخفض إلى حول معدلاتها، وتكون عظمى في المنطقة الساحلية عظمى 18 وصغرى 13، في المنطقة الجنوبية عظمى 19 وصغرى 10، في المنطقة الوسطى عظمى 16 وصغرى 8، المنطقة الشمالية عظمى 19 وصغرى 9، والمنطقة الشرقية عظمى 24 وصغرى 15. نعم، فإذا أستاذ ماهر هو الغالب على هيدا المنخفض الرياح القوية اللي رح نشهدها خلال هيدا اليوم، ومثل ما ذكرت هي الأمواج رح تكون عالية، فلكل اللي عم يسمعونا هلأ هي نتيجة هيدي الرياح، أمواج البحر نتيجة الرياح، نتيجة المنخفض، نتيجة الرياح تماما، نتيجة الرياح النشطة، وإن شاء الله تعود الرياح إلى طبيعتها يوم غدا صباحا يعني بالضبط. نعم. وأيضا البحر يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج غدا الثلاثاء إن شاء الله. نعم، شكرا كثير لك استاذ ماهر حسن، مدير مركز البعثة للأرصاد الجوية، لإطلاعنا على حالة الطقس. يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم.